السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب الوطني الجزائري مرشح للمفاجأة، يعني مرشح ولا للمفاجأة؟ بالتالي منتخب وطني راه مرشح، يعني كاع الناس هم يرشحوا فيه، حتى اللعابة يرشحوا فيه روحهم. أنا ما نسمعش المدرب يمشي مأمن في إمكانيات تاعو، في القراءة تاعو واش يهدر. مدرب ماذا به يعني يقول لك موريتانيا صعيبة، أنغولا صعيبة، لوتيل مهرس، ستاد عوج، يعني كاع صوالح يديروا كاع المشاكل باش هو هذا مكان. لا يريد هذا الصوالح، هو موالف، هو ماشي موالف الصوالح، موالف الشعبوية، موالف يولو كاميرو جوار ينفر في كراعو في المتراب، وهو لي دوموندا يشمخو ستاد، وزاد دوموندا ما بين الميطو والميطو يشمخو ستاد، كيولي كاين ستاد كيولي داير. هذه هي بزاف أمور، خليه الله يسهل عليه. هو دروك هو عنده كوب دافريك، هاي عنده التاج الإفريقي يجيبه مدة 5 سنين، انت شا غادي تقارعوا استمرار. علاه قالك استمرارية باش يكون منتخب، باش تولي عنده خبرة، باش عطاوه استمرارية. راه في مدة 5 سنين راه داخل في 6 سنين، واو لا راه داخل في 6 سنين، هذا هو الوقت باش يجيب كوب دافري. ولا حتى 2027 كيما قالك معطاوي، قالك اودي لا هذه كوب دافري ما نحوسش عليها، كانوا مقبل من بعد الاقصاء. ولا يقول لك اجا تشو يجي عوار، جا عوار، اجا تشو يجي قويري، جا قويري، اجا تشو يجي ايت نوري، جا ايت نوري، اجا دروك يقول لك اجا تشو يجي اوليس، اجا تشو يجي شرقي. يا ودي انا قلت لكم نعاود، هذا المدرب جيبوا له خليط ما بين البرازيل والارجنتين ويتوجه عناصر الخضر الى كوت ديفوار للمشاركه في عرس الافريقي بعد اتمام تحضيراتهم لمده يعني نقولوا بلي شحال داروا 10 ايام، يعني هي مده 15 يوم كنت بقى تحسب لها، بداو من 25 ديسمبر، يعني مده واستكمالها في الطوغو وسط ظروف جيده جدا باعتراف الجميع وعكس يعني كأس أمم إفريقيا في الكاميرون والتي كان فيها الحمل ثقيل إلى درجة عدم قدرة الخضر على الدفاع عن حمل يعني حامل اللقب وخروجه من الدور الأول بخرجة البعير. فكانت كتيبة يعني المدرب ستدخل هذه المرة هذه البطولة من غير أن تكون مرشحة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة للفوز باللقب، وليست أيضا الحصان الأسود وهو حامل اللقب. وأزيح والضغط الناقص على رفقاء إسماعيل بن ناصر الذين سيكونون في راحة من أمرهم، لأن الأضواء يعني تاع غريغري ربما ستكون بعيدة عن معسكرهم في بواكي، السحور مكة صايك أي بعيدة. أضواء تاع الكلام تاع رام حاسدين مؤامرة والغريغري ربما تكون بعيدة هذه المرة عن معسكرهم في بواكي. والمهم جدا أن يدخل الخوض هذه المعركة الإفريقية في مثل هذه الظروف المحيطة بهم والتي تجعل اللاعبين مركزين أكثر على المباريات بعيد عن الضجيج والبهرجة والأضواء الكاشفة التي عادت ما تكون لها انعكاسات سلبية على المجموعة، لأنها تخرجهم من التركيز والتشتيت اهتماماتهم، وهو الدرس الذي تم استخلاصه من دورة الكاميرون. فالجزائر حسب يعني قراءة الفنجان والمناجمين يعني والمراهنين ليست ضمن قائمة المنتخبات المرشحة الأولى في هذه الكان، وهو أمر قد يزعج ويغضب بعض لاعتقادهم أن ذلك تقليل من قيمة المنتخب، لكنهم بالنسبة للعارفين يعني فعل خير، ومثل هذا هو الذي كان وراء تتويج الخوض باللقب الإفريقي على الأراضي المصرية. ويجب أن أقولها بصوت عالي، الخوض مرشحين للفوز بهذا الكان بكل موضوعية وروح رياضية، لأن
تبقى تشوف السنغال، ما السنغال منتخب يعني نقولوا منتخب قوي على الورق، ومطالبة بالدفاع عن لقبه ولم لا التعليق النجمة الثالثة في قميص المنتخب الوطني في كوت ديفوار. مستضيف البطولة مرشح هو الآخر بقوة لإبقاء الكأس في داره، لأن لها الأسبقية الأرض والجمهور، والجزائر تأتي في سلم المراهنين بها بعد كل هؤلاء، وهو ما يجعل المنتخب في وضعية الحصان الأسود الذي قد يصنع المفاجأة. نعم، مشاركة الخوض في هذا الكأس ستكون ضمن خانة تحقيق المفاجأة من جهة، لمحو أثر خيبة دورة الكاميرون التي كانت مفاجأة، ومن جهة أخرى تكرر يعني 2019 بالقاهرة والذي كانت مفاجأة ولكن مستحقة، يعني كانت مستحقة. وإن يملك المنتخب كل الأوراق الرابحة التي تجعله جدير بخلق المفاجأة والظفر بالنجمة الثالثة، لأنه يملك خبرة المطلوبة ويتوفر على طول النفس في صفوف تشكيلته الشابة، له نجوم تضيء الطريق النص، وهي إمكانيات لا تتوفر على الكثير من المنتخبات الإفريقية والتي تحسدنا على التعدد البشري الموجود لدينا، ويكفي فقط سعد المهام ورفع العلم. هذا مكان، هذا مكان، يعني ما كاش نقولوا حاجة مكان، ولا كل شيء يجي في وقته. انتم راكم خايفين، انا والله ماني عارف كيفاش راكم خايفين. هذه هي ناس خايفة وصايك. على الناس اللي خايفة والله ما عارفين، يعني على راكم خايفين والله ما عارف عليكم خايفين. يعني رانا مليح، الناس تحزت، الناس حزتنا على اللعابة اللي راهم عندنا وراكم خايفين عليه، والله ما عارف، مانيش عارف على راكم خايفين. يعني والله لا مشكلة معكم توما، والله العظيم شو بيت انت بتعطينا التشكيله اللي غادي تلعب امام انغولا؟ شو بي خويا برحمه الوالي دينا على التشكيله. التشكيله هي يا كاين ماندري، يا كاين عطال، اي تنوري، ماندي، بن سبعيني، بن طالب، بن ناصر، شايبي، محرز، والناس يعني ولا بليلي مع سليماني. هذه هي بليلي مع بليلي والناس بيناتهم، هذه هي حاجة وحدة أخرى والله ما نجمونا الله يسهل. المهم كاين اونترينر هو يدبر راسه. أنا واحد بالنسبة ليا، أنا والله ماذا بيا يلعب في الجهة تاع بليلي، يلعب آدم الونس. هذه هي أنا ماذا بيا، راكم قاشو فيها والله ماذا بيا خويا. وصح تبقى عند المدرب، وكنت تبقى تشوف كل شيء يجي في وقته. المهم المهم نقارعوا ونشوفوا احنا يا سبحان الله.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.